كان هناك تصريح للسيد اياد علاوي رئيس الوزراء السابق للعراق مع قناة التغيير، وتحديدا مع برنامج من بغداد مع الاستاذ نجم الرباعي، تحدث فيه عن بطولة الخليج وقال بالحرف الواحد: دولة عدنان درجال لم تقام بطولة الخليج في البصرة. دعونا نشاهد ماذا قال السيد اياد علاوي، ومن ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفي الاستوديو. بس المشكله انه العراق متلقي ما عنده انيشيتيف، ما عنده مبادئه في اي مجال سياسي وسيادي عدا هذا المؤتمر الخليجي مال كره القدم. تاسع اي خليجي 25، وهذا لو ما عدنان درجال هم يعني ماكو مال الخليجي. وحييهم يعني، حيي الاخوان اللي اجوا، وحيي العراق لان الحكومه لان قامت بما يجب ان تقوم به في احتضان هؤلاء الأخوة العرب. كان تصريح السيد اياد علاوي مع الاستاذ نجم الربيعي في برنامج من بغداد الذي بث عبر قناه التغيير، وكان سياق الكلام يتحدث عن علاقات العراق الدبلوماسيه وخارج العراق وما الى ذلك، فكان من ضمن الكلام انه حتى بطوله خليجي 25 لو ما عدنان درجال ما تصير.